صحة وهنا. شكرا لك. أنا ظنيت إنك ما عاد ترجع مديات بعد اللي صار. وأنا ما كنت رح أرجع بنوب، بس عم تشوفي المفاجآت. رح يحاكموك وأنت برات الحبس؟ أصلاً ما مات برصاصتي، للأسف هو مات بسبب الحادث والغلط اللي هو ارتكبه، هيك رأي المحكمة. بعرف، بس أنت قوصته. لا تكون بتعتقد أني رح أنسى هذا الشي ورح أقابلك بكل محبة. وهذا اللي متوقعه يا خانم. بالعادة أنا ما بحب شوف غير الخير اللي جوات الناس. وشو عم بتشوف فيني محفوظ؟ مو مهم اللي عم شوفه أنا، أنت شو اللي بدك ياني شوفه؟ بدي إياك تشوفني مثل ما أنا. المسكينة ريان خسرت ابنها. بس نصوح آغا ما قال هالشي. هي خسرت واحد من التوم. البقية بحياتكم ما كنت بعرف. وهلأ عرفتي. انت عم بتلومني محفوظ؟ لا، انا ماني عم لوم اي حدا، لاني بعرف مين اللي ساواها. انت ليش قلت لي اجي لهون؟ في حدا عم يلعب لعبة كبيرة. انا واصلان ما كملنا اللي بدنا نساوي، لهذا السبب ما رح روح من هون لانهي كل شيء. اللي ساوى هذا الشيء ببنتي رح عاقبه مين ما كان يكون. إذا عرفتي أي شيء اتصلي فيني. ليش شو يلي نحن ما خلصناه؟ خلينا الأب والابن يجتمعوا ونزلنا الشيطان عزيزة عن عرشه. لكان هاد أنت؟ أنا شلون ما فكرت بهذا الشي؟ لكان هاد أنت مو عزيزة. ديل شاه بين إيدي المحفوظ، بتخلي كم رجال يراقبوا. إذا هالمرة كمان بيرتكبوا نفس الغلط وما بينهولي هالشغلة، وقتها بتقوصوا كلهم. فهمت علي؟ محفوظ، طالما الإنسان في عنده نقاط ضعف لهي الدرجة ما بيشكل خطر لعدوه.